مشروع الطرز بالكمبيوتر في المغرب أصبح من المشاريع التي بدأت في الانتشار بشكل كبير جدا بين الأشخاص الذين يريدون البدء في مشروع شخصي، وهذا الأمر راجع إلى توفر الآلات التي تقوم بعملية التطريز وثمنها الذي في متناول الجميع. اليوم إن شاء الله سوف نعطيكم بعض المعلومات حول التطريز بالكمبيوتر، معلومات حول هذا المشروع وكم تكلفة هذا المشروع، أنواع الآلات التي يمكن بدء بها في هذا المشروع. في السابق كان الطرز بشكل يدوي، كانت الكثير من النساء تمتهن هذه الحرفة التي كانت تدر عليهن مدخولا معتبرا يضمن لهم العيش الكريم، ولكن مع اليوم في 2021 وأصبح التطور التكنولوجي سريع جدا وكثرة الطلب، أصبح التوجه إلى الطرز عبر الكمبيوتر هو شيء كانت تستعمله الشركات والمصانع. يعني الشركات والمصانع كانت تحتكر هذا المجال الذي هو الطرز بالكمبيوتر، وكان يعني ثمن الآلات وباهت جدا لا يمكن شراؤه إلا لشركات أو مصانع. لكن هذا الأمر لم يعد حكرا على المصانع فقط، بل أصبح كل شخص يعني لديه رغبة وإرادة في بدء مشروع شخصي بإمكانه أن يقتني آلة طرز بالكمبيوتر ويبدأ في مشروعه برأس مال قليل جدا. يعني مشروع بسيط يمكنه بدء في لديك دخل جيد جيد جيد. فهناك في الوقت الحالي فهناك طلب كبير على التطريز بالكمبيوتر، والذي هو يكون عالي الجودة أحسن من التطريز باليد. التطريز يتم على القماش بزخارف مختلفة مثل الأسماء مثل الأشجار والزهور والأشكال والألوان وأشكال هندية أنتم تعرفونها، وأشكال من الخليج، أشكال طيور، يعني زخارف مختلفة تكون من الخيوط من خيوط التطريز. وعمل التطريز في النسيج هو ميزة في بيع النسيج. الآن في اليوم معظم الملابس الخارجية متوفرة على تصاميم التطريز. يعني إذا كنت سوف تبيع مثلا تيشيرت فارغة ب20 درهما، إذا قمت بتطريزها سوف تبيعها ب100 درهم، لأن فيها طرز أو فيها يعني زخارف أو شيء ما أو لوجو أو اسم أو. فثمن الماكينة التطريز بالكمبيوتر تختلف الأسعار والأثمنة والآلات الطرز بالكمبيوتر على حسب الدول، وعلى حسب جودة الماكينة والمعدات المزودة بها وبلد الصنع. كل هذه العوامل تحدد سعر هذه الآلة، يعني آلة الطرز بالكمبيوتر. هناك آلات التطريز صغيرة الحجم وتبدأ أسعارها ما بين 20,000 درهم 20,000 درهم 30,000 درهم، يعني تكون صغيرة الحجم فما فوق. أنا أتحدث عن رأس واحد يعني فيه يمكن تزويده ب7 ألوان أو 9 ألوان أو 15 لون. وهناك يعني الآلات التي تكون كبيرة فيها 4 رؤوس، هناك 8 رؤوس، هناك 15 رأسا، وتختلف أثمنتها على حسب الدولة وعلى حسب بلد صنع هذه الآلة. وهناك آلة طرز أخرى أكثر حجم، يعني وهي في العادة تكون في الأوراش الكبيرة والمصانع المتوسطة. يعني لا شخص ما أراد أن يبدأ مشروع متوسط وفي أرباح يعني محترمة، فهذه الآلة الكبيرة تكون في المصانع المتوسطة وتقوم بعدة وظائف أخرى لا تقوم بها الماكينات الصغيرة. يعني هذه الكبيرة تقوم بأشياء لا تقوم بها الماكينات الصغيرة. وتتراوح الأسعار آلات كبيرة ما بين 80,000 درهم فما فوق، يعني 8,000 دولار فما فوق تقييما لهذا. يعني إذا أردنا أن نقيم هذا المشروع فهذا المشروع مربح بشكل كبير جدا جدا جدا، وهو مشروع متطور يمكن تنميته بشكل كبير والتقدم به نحو الأمام، لأنه لا يحتاج إلى رأس مال كبير أو ضخم.
جدا. فأنا قلت لكم إذا كنت يعني تريد بدء مشروع في المنزل يمكنك شراء آلة برأس واحد، فهي ثمنها ما بين 2000 دولار إلى 3000 دولار. إذا كنت تريد تطوير مشروع أكثر يمكنك شراء آلة واحدة ب 8000 دولار، 8000 دولار، وبدء بمصنع صغير أو محل صغير يمكنه يعني تسويق هذا المنتج. من أجل إنجاح هذا المشروع يجب أولا الإيمان ببعض المبادئ، المعرفة ببعض مبادئ الخياطة. يجب عليك يعني أن تكون عارف، يعني عندك معلومات حول الخياطة، بعض معلومات حول الخياطة ليس كبيرة جدا أو محترف، فليس من الضروري أن تكون محترفا، لأن عملك سيكون الطرز على الأثواب فقط وليس الخياطة. يعني دورك في هذا المجال لن تكون خياطا، بل سوف تكون فقط تطرز على الثوب فقط. واعتماد خطة تسويقية والإشهار، تعتمد أساسا بالتسويق في المحيط القريب. يعني يمكنك أن تقوم يعني بتعريف مشروعك لمحيطك القريب كالحي والعائلة والأصدقاء وتنشر الفكرة. وكذلك التسويق في وقتنا الحالي أصبح يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، فلا يمكن أن تكون في عصرنا هذا ولا تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق وإشهار منتجاتك أو إشهار يعني مشروعك. فبالنسبة لفيسبوك وإنستغرام هو الوسائل مهمة جدا لتطوير خطتك التسويقية. ثم نأتي إلى الخطوة الموالية، وهي التسويق لهذه المنتجات والمصنوعات في جميع المدن. في جميع المدن يعني يجب عليك التكبير أو نشر هذا العمل الذي تقوم به، تنشره في جميع المدن وفي جميع الدول. يمكن استعمال مثلا منصة إيتسي، وهي منصة لي يمكن تنزيل فيها منتجاتك وبيعها هناك. وهناك كثير من المنصات كإي باي التي يمكنك بيع منتجاتك في الخارج. هذا الأمر يتطلب الانخراط بشكل كبير، وكذلك هذا الأمر كما قلت لكم يتطلب الانخراط بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي وإتقان بعض الأمور فيها. يعني ونشر منتجاتك في الفيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تيك توك، سناب شات. يعني يجب عليك أن تكون عارف بهذه أو استعانة بأشخاص محترفين في مجالات تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. والشيء الأهم في هذا العمل هو إرضاء الزبائن، لأنه هو حجر الأساس في هذا المشروع. لأن حصولك على رضاه وإعجابه سيجعله يسوق لك عند أشخاص آخرين ويعطي انطباعا إيجابيا عن عملك. فالمشروع أصدقائي صدقوني مشروع ناجح 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 جدا. فإذا كان عندك رأس مال قليل للبدء في المشروع فأقول لك توكل على الله. تسويق يعني يجب عليك تسويق منتجاتك عبر المحلات التي الخياطة، محلات التي يقومون مصانع صغيرة للخياطة، ونشر فكرتك في مدينتك وفي دولتك، ولماذا لا تنشرها في العالم بأكمله. فمشروع التطريز بالكمبيوتر يعني لا يحتاج منك قدرات هائلة، فقط بعض التدريب، يعني شيئا من التدريب أو مشاهدة فيديوهات على اليوتيوب لكي تتعلم طريقة العمل على التطريز بالكمبيوتر. وبالنسبة للآلات قلنا تختلف أثمانها من الصغيرة إلى الكبيرة. وأتمنى لكم إخواني أخواتي أن تفكروا في هذا المشروع، فإنه إن شاء الله سوف يدرك عليكم أرباحا هائلة إن شاء الله بإذن الله. وأتمنى لكم التوفيق في حياتكم.